بعض الناس يوسوس، يظن أنه مسحور، 认为自己, 这个中了邪了, به مس به جن، 以为自己被精灵侵扰了, هذه من وساوس الشيطان، 这是, 恶魔的教唆侵扰, يقول أنه محسود، 恶魔告诉他你已经中邪了。 الناس دائما تنظر إليه وإلى أملاكه وإلى سياراته، ويقول دائما ينظر إلي الناس. 但有些人认为别人老是看着自己等等一些特殊的想法。 هذا غير صحيح، هذا من الشيطان. 这些匪夷所思的想法都是来自于恶魔。 أنت من الذي يحفظك؟ 谁能够保护你？ الله سبحانه وتعالى. الله 是你的保护者。 كل ما يقدر الله عليك فهو خير. 一切都是阿拉的定度。 ماذا عليك؟ 你发生了什么？ تأتي بالأذكار. 你应当经常纪念了。 تعتمد على الله سبحانه وتعالى على غيره. 只妥靠阿拉。 وتمشي. 你去做事情。 أما توسوس أن بك سحر، بك مرض، بك عين، لا. 至于那些这个恶魔的侵扰，不要相信，予以避免。 يبحث في القنوات، يبحث في الإنترنت، كيف يكون الإنسان مسحور؟ ما هي العلامات؟ 人们不应该有那些匪夷所思的想法，应该投靠阿拉，避免那些。 لا يفتش عن هذا. 不要去看那些关于邪术的、关于那些的东西啊。 تمشي تصلي تصوم تتصدق تقرأ القرآن ولا عليك في هذه الأشياء. 把你的时间用在认真礼拜，然后施舍，干一些有益的事情上。نعم.